الجيش التايلاندي يعلن القانون العرفي في المملكة التي تعيش أزمة سياسية، ويؤكد أن إعلانه للقانون ليس انقلابا بل هو ضرورة تهدف إلى إعادة السلام والأمن العام. الجيش كان قد هدد بالتدخل في الأزمة بعد مقتل 3 متظاهرين في هجوم بقنبلة وسط بانكوك، ليقوم صباح اليوم بغلق 10 محطات تلفزيونية، منها من هي موالية للحكومة وأخرى تحسب للمعارضة. الجيش أكد في بيان له أن إغلاقه لهذه المحطات التلفزيونية جاء بهدف الحفاظ على الأمن القومي.